السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، حياكم الله من جديد ومرحبا بكم في بيت الفخامة مع أبو معاوية. جنا لكم فيديو رائع أيضا على العطور الرائعة، وكما عودناكم في القناة دائما الجديد ودائما التنويع وما يكونش الملل، دائما كنحاولوا ما يكونش الملل. فيما كتكون شي حاجة جديدة الحمد لله راه كنحاولوا نوفروها لكم وبكل فرح، واخا كما قلت لكم هاد العطور هادو كيبغيو شويه ديال الجهد باش نوفروهم، ولكن الحمد لله. المهم كاين عندنا عطور اللي كانت ما بقاتش وعاودنا جبناها، وكاين اللي اول مره غادي تكون عندنا، غادي نتوكلوا على الله. الفيديو غادي حيت الوقت اللي كنصور فيه دابا جا في واحد الوقت اللي هو شويه كما كنقولوا حنا مضيق، وخاصني عندي واحد الفتره اللي غتنمت فيها هاد الوقت هذا، كاينه فتره اللي هذا غادي نزرب ان شاء الله ماشي كما عاود تكون. مهم اللي غنحاول نراجع فيها نذكر المكونات العطور اللي هي غتبان ليا اول مره اللي شاركت معكم، واللي غتكون فايته ما غاديش نعاود نراجع معكم المكونات ديالها. المهم راكم عارفين بعض المرات ملي كنقول لكم الفيديو فاش كيكون بالزربه راه هذاك الشيء علاش، حيت اضطريت باش ننزلو في هذا الوقت هذا. الله المستعان. المهم نشارك معكم افضل بعدا ولا بلاش. بالنسبة للمحل معروف الدار البيضاء عين شوق شارع أمقالة داخل سوق ياسمينة، مرحبا بالجميع في بيت الفخامة. وشكرا لكم زعما كاملين، كنشكركم إخواني وأخواتي على الدعم ديالكم للقناة وعلى المحتوى الحمد لله. وكما كنقول لكم دائما أنا قبل ما نكون بائع أنا هاوي، ولهذا عيشوا مع العطور وارتاحوا وشوفوا هذا الجديد هذا ان شاء الله. المهم غادي نبداو من العطر الرائع، عطر جون لون ماتير. هو البديل ديال ماتير نوار لويس فيتون. جون لون ماتير اول مره غيكون عندي في القناه. اللون ديالو كما كتشوفوا بنفسجي، كيوحي لانه نسائي. الكاب ديالو الرائع كما كتشوفوا فيه مغناطيس. هو صراحة هو عطر نسائي، ولكن نقدروا نقولوا تلي الجنسي، هو ميل للنساء. انا صراحة اول مرة غادي نراجع العطر، العطر قبل من قبل ما نلبسو. المهم وحاليا انه العطر نسائي، ومن قريت عليه بان لي ان العطر نسائي، ولكن بعد شوره دابا قلت لكم ما غادي راه غادي نزرب، ولكن انا بديت ثاني ملي كان صافي كنفشح اول عطر صافي كنعيش معاه، ولكن غنجرب صراحه حيت ما كاينش الوقت كما قلت لكم. عطر رائع صراحه، عطر فيه عود بخور باتشولي، وفيه واحد النوطه خفيفه ديال الجاوي، واللي خلى العطر كما كنقولوا حنا مال للنساء هو الياسمين. الياسمين مع الورد، عطر فيه ورد فيه ياسمين، والكشمش الاسود. المهم العطر نقدر نقول لكم يتلبس للنساء والرجال، لان النوطه ديال الباتشولي صراحه رائعه جدا، ولكن العطر مشى للنساء بنسبه تقريبا 60%، مشى للنساء 60%، لان الياسمين والنرجس والورد هو العطر فيه البخور فيه العود فيه الباتشولي. المهم كيبقى 60% نسائي العطر ماتير، هو البادي ديال ماتير نوار، ولكن ممكن الرجال يلبسوه على حساب الاذواق اللي كتختلف. الثمن ديال جون لو ماتير حاليا 180 درهم، جون لو ماتير حاليا 180 درهم، ثمن جد مناسب. غادي نمشيو لباروك ساتاوود. باروك العطر الرائع، البديل ديال باروك من ميزون فرانشيس كارداشيان، عود ساتا، عطر رائع جدا، عود مع فانيليا مع سكر، عطر رائع جدا.
والثمن ديالو حاليا 130 درهم. فاروق الثمن ديالو حاليا 130 درهم. غادي نمشيو للعطر الرائع ايضا، هذا اللي تشاركت معكم من قبل، لوس تشيري من شركه ديال فراغرونس، حتى هو من البدائل ديال لوس تشيري من توم فورد. عطر رائع، عبوه انيقه مختلفه على لوفلي شيري، صراحه اداء ممتاز جدا، فواحان ثبات رائع. صراحة عطر رائع، اللوز كيفاش نقول لكم، اللوز بواحد الجمالية رائعة مع الكارز، عطر صراحة رائع. كاين واحد الاختلاف بينه وبين لوفلي شيري، عطر رائع جدا. الثمن ديالو حاليا في بيت الفخامه 150 درهم، الثمن ديالو 150 درهم. عطر لوس تشيري من فراغرونس وور، بديل ديال لوس تشيري من شركه ديال توم فورد. صراحه عطر رائع يستحق عندنا الجديد. دوم سبور، دوم سبور هو بديل رائع وهائل العطر المعروف ديور اوم سبور. ديور اوم سبور صراحه راه لبستو تقريبا دابا مده ديال نقدر نقول لكم واش 5 ساعات، رائع جدا. انا غادي نشارك معكم العبوه ديالو الانيقه، ها هي كما كتشوفوا العبوه الرائعه، تقريبا نفس العبوه نفس الكاب تقريبا ديور اوم سبور، وحتى الشكل ديالو، وحتى صراحة عطر رائع جدا. لبستو كما قلت لكم العشاق او لا محبين اليور سبور من شانيل، اليور سبور تقريبا الدي اي ان ديال على الخط ديال اليور سبور. نعاود انا قلت لكم لبستها دابا شي 5 سوايع باش لبستها، عطر صراحة رائع جدا. ميمكنش ما يعجبكش صراحة. الإخوة اللي كيفضلوا العطور اللي فيها الليمون، برغاموت، مع الفلفل الوردي والأخشاب والعنبر، وحاطين لوبان، وحتى اللوبان في هذا العطر هذا الرائع. صراحة تركيبة فريدة، تركيبة فريدة من العطور الرائعة جدا. السلام عليكم. الثمن ديالو حاليا 150 درهم. وعندنا أيضا عطر الرائع عود وعود من شركة ديال أرض الزعفران، هذا آخر إصدارات أرض الزعفران، بحال سطوة، بحال القدوة، بحال شهرزاد، هذا أواخر شهرزاد اللي تشاركت معكم من قبل. العطر الرائع ها هو شهرزاد، تقريبا تندير عليه واحد المراجعة على خطى عطور وميليان. عطر رائع جدا، ممكن يلبسوه النساء والرجال. عندنا عطر عود وعود حتى هو. العطور اللي موالفين كتشوفوها راه ما كنحاولش باش نفتحها معكم، ولكن العطور اللي كتكون اول مرة غادي تبان ضروري، حيت ميمكنش كيفاش غتشوفوها من الداخل ديالها. عندنا عطر عود وعود، عطر رائع، تقريبا عطر مستوحى او قريب من عطر انيشيو، يعني بديع العود الموف او لا انيشيو، ولكن مع شويه ورد طاغي. جمال رائع صراحه، جمال رائع مع نوطة الطوباكو، فيه 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 طوباكو، تيبغي مع عود مع باتشولي. عطر رائع جدا صراحة، هذا العطر الرائع عود وعود هو للنساء والرجال، صراحة عجبتني في هذه النوطة ديال التبغ. تبغ صراحة خفيف ما واضحش، ولكن
والله مع العود عطر رائع جدا، والثمن ديالو حاليا حتى هو ثمن في بيت فخامة جد مناسب، 150 درهم. عود وعود الثمن ديالو 150 درهم، اخر اصدارات الشركة ديال اللطافة. قولي يا اخواني، كما قلت لكم راه قطعت الفيديو حيت قلت لكم الوقت، انا عارف ما ماشي مناسب وانا طولت. المهم ديورم سبور الثمن ديالو حاليا 150 درهم، الثمن ديالو 150 درهم في بيت الفخامة، ثمن جد مناسب. واللي كان كيسولوني او اللي سولوني في هذ اليومين، في هذ اليومين غير في هذ اليومين مع سلاو ليا، ها هما رجعوا عاوتاني سوبريم لوم وسوبريم لوم ليكستريم، البدائل ديال لوم ميديال بايكي غلا ليكستريم ولو طواليت، ها هما حاليا متوفرين عطور رائعه، حمديات مع لوز صراحة. عطور تيحسوك بالسعادة، هاد العطور هادو رائعين. الثمن ديالهم حاليا 150 درهم، باقي 150 درهم، ثمن جد مناسب في بيت الفخامة. أثمنة ملي كنحاولوا نديروا أثمنة زوينة، راه كنديروا أثمنة زوينة. الله المستعان، الله المستعان. غادي نمشيو للعطر الرائع أيضا، عطر حتى هو من الجديد، أنا كنصبق دابا حاليا الجديد، وعباش تمشيو عطر سولو، العطر الرائع بوروم. سولو بوروم هو البديل ديال بولو بلو من غالف لوغين، الشركة ديال فراغرونس وورد. عطر بولو عطر رائع جدا، نشارك معكم عطر بولو، عطر رائع جدا من العطور الرائعة. هو عطر بدا كيدخل الحال ان شاء الله، ملي غيبدي يدخل الحال غيولي هذا العطر هذا قنبلة صيفية رائعة جدا، قنبلة حنت كنبو على العطر. عطر رائع جدا، عطر سولو. صراحة حسن عطر رائع، عطر يعطيك انك تشم، تخيلوا معايا رائحة ماء البحر، عطر صراحة حسن، عطر صراحة حسن. واش عرفتوا شنو هي ريحة البحر؟ ملي كنتكلموا على ريحة البحر، البحر في هذيك الرائحة ديالو. والله الا صراحة عطر صراحة كأنك في البحر، ملي كتضربك هذيك الرائحة ديال البحر الممزوجة بالرائحة ديال، كيفاش نقول لكم، الطحالب ديال البحر. نتوما شحال راه مغاربة راه عارفين هذيك، واحد الرائحة رائعة جدا صراحة، الريحة ديال الصخر، الريحة ديال البحر، الروائح اللي كتكون ممزوجة ملي كتمشي للصخر تيكون فيها داك الخز، صراحة رائحة البحر ومع الهيل، الهيل اللي عاطي واحد الأناقة لهذا العطر، والبيرغاموت حتى هو ضروري ضروري بيرغاموت. وفي القلب عندنا الريحان، وفي القاعدة حمديات، عطر رائع جدا، عطر سولو الثمن ديالو حاليا 150 درهم، عطر سولو الثمن ديالو 150 درهم، عطر صراحة رائع، عطر ممتاز. كما قلت لكم الأجواء الصيفية، عطر يخليك تكون تحس أنك في الصيف، عطر تيخليك تحس أنك في الصيف صراحة، من العطور اللي عجبتني وعجبتني بزاف هذا العطر هذا. غادي نمشيو لعطر عود فانيليا من الشركة ديال فراغرونس. هو عطر مستوحى من عود فاني باي مونسيرا، من الشركة ديال مونسيرا، عطر فيه عود مع زعفران. هذا العطر هذا تقريبا معقد، خاص يكون عندك أنف رائع باش تحس بالزعفران مع العود مع الهيل، وأخشاب الصندل أو خشب الصندل مع الفانيليا، عطر رائع، فانيليا مع عود مع زعفران، وحاطين عليهم فلفل اسود، عطر رائع جدا، عطر ممتاز. عود فانيليا حتى هو الثمن ديالو حاليا 150 درهم، الثمن ديالو 150 درهم. هاد العطور هادو صراحة عطور كتبقى رائعة، والثمن ديالهم راه جد مناسب.
غنمشي والعطر نوبو الامير. نوبو الامير من العطور حتى هو الرائع، نشاركه معكم. نوبو الامير بديل او مستوحى من عطر روساندو ماتيو، العطر الرائع جدا. راه قلت لكم ما غاديش نزرب، ولكن الله المستعان ضروري ما كان. نوبل العطر الرائع جدا، كاب انيق، كاب معدني رائع في هذا الشكل ديالو الرائع. العبوة كما كنقولوا حنايا ناعمة، مبرة كما كنقولوا بالدارجة ديالنا. عطر رائع بديل روساندو ماتيو 5، عطر واضح فيه القرنفل مع العود مع الباتشولي، وما نساوش الكراميل. مع ازهار، مع نوطات ترابيه، عطر رائع جدا. عطر عطر صراحه ممتاز جدا. روساندو ماتيو ركن هو كاين عشق شيوخ حتى هو من لطف الطريق صراحه. عطر بجوجهم عطر رائعه. الثمن ديال النوبل حاليا 170 درهم. راه بدا كيرجع عاوتاني، كان 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 مؤخرا فاش خديت السلعه اللي سالت ليا كان 190 درهم، دابا حاليا النوبل 170 درهم. راه ثمن جد مناسب، ما خاصناش نبقاو نتكلموا على المساله ديال الاثمنه. شكرا لكم على الثقه ديالكم فينا وعلى التواصل ديالكم، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذا فضل الله عز وجل. كما قلت لكم عطور كتبقى عطور رائعه جدا، واثمنه جد مناسبه. غادي نمشيو للعطر النوبل سفير. عطر النوبل سفير حتى هو الاخ الغير الشقيق ديال الامير، هذا اللون الاخضر. عطر صراحه رائع جدا حتى هو، فيه نوطات واضحه من الاخشاب مع جوز الطيب مع عنبر. العنبر حتى هو واضح في هذا العطر هذا، والبرغموت الطازج اللي كيفتح هذا العطر هذا بواحد النعومه وبواحد الجماليه. حتى هو النوبل سفير حاليا 170 درهم. النوبل سفير الثمن ديالو حاليا 170 درهم. كما قلت لكم هادو اصلا فيتين مراجعينها، مراجعينهم معاكم، اذا غادي نفوتوهم. النوبل وزير، النوبل وزير حتى هو من العطور الرائعه. عطر في الافتتاحيه عندنا النعناع، عندنا برتقال مع البرغاموت مع نجيل الهند والعنبر والفانيليا مع المسك. هو عطر يميل للنساء اكثر صراحه، عطر وزير نقدروا نقولوا انه نسائي. الثمن ديالو حتى هو 170 درهم، ثمن جد مناسب في بيت الفخامه. ومرحبا بالجميع، كما قلت لكم اثمنه ملي كتكون كنقدروا على باش نديروا اثمنه جد مناسبه، راه كنوفروا لكم اثمنه جد مناسبه. قائد الفرسان كتشاركتوا معاكم من قبل، كاين الاسود الرجالي اللي بحال بلاك اكسيس او مستوحى بلاك اكسيس. العشاق نوطه الاناناس، عندنا قائد فرسان في اللون الاسود، وعندنا قائد فرسان في اللون الابيض البديل او مستوحى من سوبريم بوكيت. عطر رائع جدا، الثمن ديالهم حاليا هذا للنساء سوبريم بوكيت، وهذا بلاك اكسيس من باكو رابان. عطر رائع جدا، الثمن ديالهم 150 درهم، الثمن ديالهم 150 درهم. ناريسا، عندنا ناريسا بودري، ناريسا بودري او لا بودري، ناريسا الثمن ديالها حتى هي حاليا ناريسا 130 درهم، بديل ديال نارسيسو رودريغاز بودري. واللي بغى نارسيسو اومبري راه كاينه شاهد، شاهد راه باقا فيها كميه قليله شويه شاهد. الثمن ديال ناريسا حاليا 130 درهم. غادي نمشيو العطر الرائع ايضا جون لو نوفو. جون لو نوفو حتى هو بديل ديال لويس فيتون دو لابو، سبق وشاركت معاكم. عطر رائع، الثمن ديالو حاليا 180 درهم.
الثمن ديالو فيه أعشاب خضراء، عطر صراحة يستحق حتى هو التجربة. وهاد العطور هادو كما كنقول لكم دائما كيبقاو على حساب الأذواق، العطور كيبقاو على حساب. أما بالنسبة للعطور فهما عطور رائعة جدا صراحة، وأثمنة جد مناسبة صراحة. دائما كنقولها ملي كيقربونا لهاد العطور هادو، راه أثمنة جد مناسبة. ومرحبا بالجميع. عندنا العطر الرائع أيضا، هذا العطر هذا اللي صراحة خاص يكون الأنف الرائع لهذا العطر هذا. هذا العطر هذا بديل ديال أشون فور دي نايت من جوتشي، وفي الشركة ديال الغمبرة دارو دي شونج. عطر رائع جدا، العبوة ديالو أنيقة. ها هو كيما كتشوفوا في هذا الشكل هذا. عطر صراحة قوي، عطر قوي. قليل ديال النساء اللي معجبهمش هذا العطر هذا، ولكن عطر رائع. أزهار بيضاء فانيليا مع حمضيات واضحة في العطر صراحة. العطر رائع جدا. قبل ما رائع جدا، النساء اللي كيبغوا العطور القوية فيهم حمضيات، فيهم فانيليا، فيهم أزهار، هذا العطر هذا رائع جدا. دي شونش من دار الهمبرا، هو بديل جوتشي اشونش فور دي نايت. وشو غنمشيو لدي مايج حتى هو الاخ ديالو. العطر الرائع فيه تشاركتو معاكم. دي شونش الثمن ديالو حاليا 180 درهم، دي مايج حتى هو الثمن ديالو 180 درهم. عندنا عود ماجيستيك جولد 24 ساعة من الأرض الزعفران، الثمن ديالو 130 درهم. بلاك أفغانو البديل ديال بلاك أفغانو، الثمن ديالو حتى هو حاليا 130 درهم. روز باريز باري نايت، الثمن ديالو حتى هو حاليا 130 درهم. هادو عطر نسائي رائع. فيرسينسيا أورو حتى هي العطر الرائع جدا، الثمن ديالو حتى هو حاليا 130 درهم، بديل ديال فيرزاتشي ايروس. هنا جبنا لكم جوج اختيارات، عندنا افونت حتى هو كان شحال هادي مدخل، وكلوب اوفيسيال. كلوب اوفيسيال بديل ديال 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 ارما، كلوب دو نوي انتونس مان بديل ديال كريد، هذا في الهمبرا دي اوفيسيال كلوب انتونس. وعندنا افونت، هادو بجوجهم بدائل ديال كريد افونتوس، بجوجهم بدائل ديال كريد افونتوس. هذا قلدو كلوب دو نوي انتونس مان من الشركه ديال ارماف، وافون تقلدوا كريد مباشر. اذا هادو بجوجهم المحبين نوطه الاناناس والعطور الصيفيه الرائعه. الثمن ديال افون 150 درهم، اوفيسيل حتى هو 150 درهم. اثمنه رائعه. عندنا هذا العطر الرائع حتى هو من البيت البخور، سوبريم اومبر. سوبريم اومبر عطر رائع جدا. طولت قلت لكم ما غاديش نطول، ولكن الله المستعان شي ناس راه كيتسناو. المهم اومبر عطر رائع من شركه ديال البيت البخور التابعه لدار افنان، بحال كما كنقولوا بحال الزمايه، بحال لطافه مع ارض الزعفران مع اصداف. ها هو كما كتشوفوا غتبان لكم هنا الشركه ديال افنان، واش بانت ولا لا، قايه في هذه البلاصه هذه بيت البخور تابعه لشركه افنان، مكتوبه هنا صنعت بواسطه افنان للعطور. هاي الا بانت لكم شركه ديال افنان معروفه بالعطور ديالها الرائعه. هذا العطر هذا رائع جدا، هو للنساء والرجال. سوبريم اومبر من العطور الرائعه صراحه اللي عجبوني. عطر عنبري عود يلبسوه النساء
تحسب أن العطر نسائي إذا لبسوه الرجال أيضا. عطر هذا صراحة عجبني، كنت شاركته مع شي إخوة من قبل ما نزلوا في الفيديو، حيت كاين بعض الفيديوهات كيجيو العطور وكنتعطل فاش ننزلوا، لهذا علاش اليوم قررت قلت لكم خاصني ننزل هاد الفيديوهات هادو سميش، وخاص ننزلو واخا أن الوقت ما مساعدنيش. عطر صراحة رائع، عطر عنبري، عود، الله، فيه أخشاب، فيه باتشولي، عطر صراحة ممتاز، خط ديالو متفرد، صراحة كيوحي لك أن الخط ديالو من العطور النيش. عطر رائع، والثمن ديالو حاليا 200 درهم، الثمن ديال سوبريم اومبر 200 درهم. وغنمشيو العطر الرائع رباق ان شاء الله، غادي نشارك معكم شي جديد غيكون ان شاء الله. غنمشيو العطر الرائع هذا، ماشي دي سيربون، كاين دي سيربو هذا الاخ ديالو دي تغيل، العطر الرائع حتى هو هذا الاخ ديال دي سيربون ديال دي مايت وديال دي شونج، العشاق العود. نقول لكم هذا صراحة أنا، ولكن هاد العطور هادو صراحة باش نكون واضح معاكم، الناس اللي أول مرة في المجال كيبغي يشري عطر، ما صراحة هاد العطور هادو يقدروا ما يعجبوش، حيت ملي كنتكلموا على النيش راه خاص يكون عندك واحد الذوق متفرد، خاص يكون عندك أنف، خاص يكون عندك شخصية قوية اللي تبرز بها قدام الناس مع هاد العطور. الثمن ديال دي تريل او دي تريل 180 درهم. اخواني واخواتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، والمهم الشراك او لا جيم ولا انا بنت، المهم راه كديروا اللي عجبوا الفيديو لاول مره يشارك، الحمد لله راه ما كيدوش بلاش. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله في الفيديو القادم، ومرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.